السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة سهلة خفيفة، وهي أكواب ميني تورتيلا محشية بحشوة صدور الدجاج. طريقة بسيطة سهلة وتجيب لينا بزاف. إذا تروحوا للطريقة، فوق النار نحط كمية من الزبدة في مقلاة، راني مشعلتها أصلا وهي سخونة، ونحط مباشرة قطع صدور الدجاج، قطعتها قطع صغيرة، نخليها تقلى جيدا في هذا في هذه الزبدة هكذا، ونخليها تقلى، نقلبها حتى تولي التحتاني بيض. هذاك الوقت نقلبها صدر الدجاج من الأسفل ولا بيض. الآن نقلبه باش ما يطلقليش الماء تاعه، تجيني صدر الدجاج يجيني طري. بعد ما قليتها بشكل جيد، شوفوا كي ولا اللون تاعها ابيض، اضيف الان كميه من البصل هكذا، نخلط جيدا. والان اضيف كميه من الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، فقط مقطع، ما مشوي ما والو، قطعته فقط الى قطع صغيره هكذا، نخلط لحد الان ما ضفت تحيه، كلش راه ما درت لا ملح حتى حاجه. اذا نخلط غايه. والان ضيف نصف ملعقه كبيره من مايزينا، مرق دقيق الذره. على درت دقيق الذره باش لاصوص تجيني ثقيله، ما تجينيش خفيفه كي نزيد المكونات الاخرى، تجيني شابه وتجيني ثقيله. ملعقه صغيره من لامطارت، تجي واحد الحشوه بنينة وتحسي بها فيها انغو شباب. اذا الان اضيف التوابل اللي نستعملها في هذه الحشوة الرائعة. نضيف الملح، نزيد فلفل الاسود، نزيد توابل الشاورما، ونزيد فلفلة حمراء المدخنة، قليل من أو كمية من سكنجبير، ونزيد معها شوية كركم، بالإضافة إلى توابل الدجاج أو كاري الدجاج. نخلط جيدا قاع المكونات، ونزيد كمية من مكعب مرق الدجاج هكذا، نخلط، نغلق عليها ونخليها حتى تطلق لي الماء تاعها. الخليط كاع طاب، شوفوا والنظره تاعها شابه والريحه تاعها تهبل. اذا الان في هذه المرحله اضيف المكونات الاخرى، وهي عندي شويه من كريم فريش هكذا، نخلطو ونضيفو لاصوص كاتر فخوماج، أربعة أنواع تاع الأجبان. هذه الصلصة تعطي واحد لوكم، نقول لكم شالي كيما هاك، والكمية على حسب الحشوة اللي كي دايرتها. إذا نخلط، إذا لاكخيم فخاش ولاصوص كاتر فخوماج، والآن أضيف كمية من لي فرماج اللي عندك، بغيتي ديري فرماج الابيض، تبغي هذا، اي نوع من لي فرماج اللي عندك ديريه. نخلط جيدا، زيد كميه من الفرماج الابيض، سريع الذوب، نخلط غايه. في الاخير نضيف كميه من المعدنوس، ونطفي عليها ونخليها تبرد قليلا. اذا ها كميه من البقدونس، واحد اللوغو قديش صغيري. اذا نشوف حشوه فرمجه فيها الفرماج، فيها تعسل وحدها، شوفوا. اذا نطفي ونروحوا للمرحله الثانيه. ناخذ خبز ميني تورتيلا هذا، وناخذ سنيوه، ولا ما عندكش سنيوه دي ليمون تاع المادلين. ونجو بعد ذلك نجيبوا هذا الخبز هكذا ونثبتوه داخل هذه القوالب، هذا لو فيت
التثبيت انا ندير لك بها الطريقه ونجيب هذا وندير كيما هاك وما تضغطوش بزاف باش ما يتقطع لكمش هكذا بهذه الطريقه ونثبت كاع هذا المول هذا كاع نلبسه بخبز تورتيلا او ميني تورتيلا بهذه الطريقه. المول هذا راني دهنته بالزيت ندير كاع هذه الكميه ونواصل نضيف لهاد لاصوص او هاد الحشوه نضيف لها لاصوص الجيريان تعطيها مذاق رائع في نفس الوقت تغيير. اذا نضيفوا لها صوص الجيريان ونعمروا هاد الحشوه اللي خدمناها مع بعض في هذه الاكواب تجي واحد الماكله ما نقول لكم شاليه. اذا بهذا الشكل نعمر كاع الاكواب دخلتها الى الفرن لمده 10 دقائق وها هي النتيجه اللي تحصلت عليها رائعه جدا. الان نحطها لكم في صحن التقديم ونوريها لكم. وها هي النتيجه النهائيه لهذه الوصفه الرائعه جربوها ما غاديش تندموا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع وصفه اخرى من وصفات وصال للطبخ.